وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الإنسان على أولاده، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم. ولذلك من الخطأ الدعاء على الأولاد، من الخطأ الدعاء على الأولاد، وهذا يحصل في فترة غضب وانزعاج من الولد، وربما دعا الوالد بدعوة استجاب الله تعالى دعوته، استجاب الله تعالى دعوته. وقد مر علي حوادث كثيرة، يعني رأينا استجابة الله عز وجل لدعوة الوالد على ولده، وهذا مما أخبرني به بعض من يعني يستفتي أو يسأل أو يحضر بعض مجالسنا. وقد قال لي رجل بأنه ليس لدي أولاد، فقلت له يعني الحمد لله الطب الآن ولله الحمد أطفال الأنابيب، والحمد لله الطب يعني الثورة الطبية الآن ما حصلت في التاريخ. قال: والله يا شيخ أنا عالجت في جميع المستشفيات وذهبت شرق الأرض وغرب الأرض، ما عندي مشكلة أنا ولا عند زوجتي مشكلة. قلت: طيب ما المشكلة؟ قال: دعا علي أبي وأنا صغير. قل: دعا علي، كنت شاب فدعا علي. قال: الله يحرمك البذرة، يعني ما يجيك الولد، والآن رجل كبير في السن. قال: ما ما ما, ما فيني أي مشكلة. ولذلك من الخطأ الدعاء على الأولاد، وإذا غضب الإنسان علي أن يتقي الله وأن لا يدعو، لأنه سيندم الوالد هذا سواء كان أما أو أبا، سيندم في النهاية، يندم على هذه الدعوة، وعليه أن يدعو بالدعاء الطيب: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم كذا، بدل أن يدعو على ولده.